احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن جهود الدولة في معارض أهل رمضان اللي بدأت تنتشر في المحافظات والمجمعات الاستهلاكية. بدأ الأسعار يعني في متناول المواطن البسيط، وأيضا في مبادرة كلنا واحد الأسعار برضو بتبقى متواجدة، فده علشان خاطر جهود الدولة في احنا معانا اتصال تليفوني. ألو ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة السلام وحضرتك طيبة يا يا رب، حبيب قلبي. وانت طيبة. كل سنة نعود وحضرتك عليك بخير يا رب. وانت طيبة يا رب. كل سنة وانت طيب، والأمة المصرية كلها يا رب، ومصر كلها بخير. كل سنة وحضرتك طيبة، ويا رب دايما ربنا يشفيك ان شاء الله. وأمهات مصر كلها بخير. كل سنة وحضرتك طيبة يا رب. كل سنة طيب يا حبيب قلبي، ويسعدك ويريح بالك. كل سنة وحضرتك طيبة. والبركة. كل سنة وحضرتك. ربنا معاك يا حبيب قلبي. كل سنة وحضرتك طيبة، أخبار صحتك إيه؟ كل سنة وأنت طيب وبخير يا رب، وأشوفك في أعلى المناصب يا حبيب قلبي. معلش حقك عليا، مقصر معاكي شوية، حقك عليا. ماشي حبيب قلبي، كل سنة وأنت طيب يا رب، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك طيب. أنت طيب والعالم كله طيب، ومصر كلها طيبة يا رب. والرئيس السيسي طيب، والجيش المصري يا رب طيب يا أحمد يا رب. كل سنة وحضرتك طيبة يا رب، ودايما بخير، وربنا يشفيك يا رب ويتم شفاك على خير يا رب. طب نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني بعد الفاصل ان شاء الله.